التعدين هاشفلار الذي يعمل تقريبا من 2014، كما ذكرنا سابقا في الفيديو السابق وفي تدوينه في المدونة أنه تابع لشركة أخرى تبيع معدات التعدين وتطورها. يعني لو كان هذا الموقع وحده لكان نصب من زمن لكل ما يخص هذا الموقع. حاليا أمتلك في حسابي هذا الرصيد، يعني هذا ليس السحب الأول، سوف نرى كم يساوي البيتكوين. كما تشاهدون البيتكوين لا زال في ارتفاع من تقريبا منذ شهر. كما تشاهدون الآن المبلغ الذي يوجد في حسابي الآن تقريبا أكثر من 61 دولار. سوف نقوم بطلب السحب لنرى تأكيد صدق الموقع دائما. وأنا لا أنصح إخواني، لا أنصح بالاستثمار في مواقع جديدة. مواقع التعدين المعروفة والتي هي حقا تعمل في التعدين ولديها أجهزة تعدين وتعمل منذ أكثر من عامين تعد على الأصابع، هي على ما أظن 4 أو 5 فقط، منهم هذا الموقع هاشفلار، منهم جينيسيس ماينينج، منهم إيبوت وموقعين آخرين. أما الباقي التي تظهر بين الفينة والأخرى لا أنصحكم بالاستثمار فيها بتاتا. المهم سوف نطلب السحب، نضغط على وتراو، سوف نقوم بطلب المبلغ كاملا، لا مشكلة. هذا هو الخصم، الآن تم طلب السحب. سوف نقوم بتأكيد لكم تشاهدون هنا، نقوم بالضغط على هذا الرابط لتأكيد طلب السحب. سوف نرى الآن كما تشاهدون المبلغ في البالانس، يعني تم سحبه. نذهب إلى هيستوريك لنرى هل تم الدفع أم لا. على العموم في حدود 10 دقائق يصل السحب. كما تشاهدون ها هي السحوبات، يعني كثيرة. أول مبلغ كما تشاهدون يوم 11/5/2017 0.032 بيتكوين، هي عملية الترانزاكشن هاش، لا زالت على ما أظن لم تؤكد بعد. أخذت إكزافو لنؤكد وصول السحب. كما تشاهدون هو السحب تقريبا وصل من 13 دقيقة، لا زال لم يؤكد بعد. العملية جارية كما تشاهدون هنا، ها هو يوم 11/5/2017، الحالة لا زالت باندينج في انتظار تأكيدة شبكة البيتكوين. أتمنى إن شاء الله أن يكون الشرح قد أفاد الجميع. هذا فيديو توضيحي فقط لسحب جديد من موقع التعدين هاشفلار. دائما أنصح الجميع بعدم الاستثمار في مواقع البونزي، على الأقل عندما تستثمر مالك استثمره في موقع مضمون وموقع يعمل وقديم. وكما ذكرت مواقع التعدين هي أصبحت قليلة جدا التي لديها مزارع وأجهزة تعدين بالفعل، يعني من ضمنها هذا الموقع. أتمنى للجميع إن شاء الله